أتمنى من حضرتك تسمعني. أنا عندي سؤالين، السؤالين دول عاملين مشاكل عندنا في البيت هنا. الله يستر. أنا عندنا نت في البيت، النت أنا دلوقتي أنا اللي كنت متحكم فيه، إن أنا بفتحه للأسرة وكده. فدلوقتي أنا هما بيسمعوا أغاني أحيانا ويسمعوا قرآن أحيانا، فأنا خايف أكون بتحمل الوزر في الموضوع ده. الغالب إيه؟ الغالب الطيب أم الخبيث؟ والله بص، يعني أنا مش رب البيت، أنا أخوهم يعني. أنا أسأل، يعني أغلب الاستعمال في الطيب أو أغلب الاستعمال في الخبيث؟ الأغلب في المش طيب يعني، في الخبيث. هل أنت لك سلطان تلغي هذا النت؟ لا ماليش سلطان، بس انا السلطان اللي انا اقدر اعمله ان انا ما اقدرش افتح لهم، يعني انا اعتزل الموضوع وما افتح لهمش انا النت واخليهم هم يتصرفوا بقى. خلاص ماشي، يعني انا ممكن اعمل كده، بس دلوقتي والدي غضبان عليا بسبب الموضوع ده، ان انا مش راضي افتح لهم لا 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 لان انا الوحيد اللي بفهم فيه. لا لا لا، ما تفتحوش، حتى لو غضب، يعني لو غضب ما فيهاش حاجة. ما هو بيغضب، هو يغضب من اجل ان تساعده على المنكر. يعني هم ساعات بيدخلوا يسمعوا اغاني وحاجات زي كده. بالساعات بقى، ما تموت نفسك، اذا كان الغالب فساد ابتعد، الغالب صلاح استمر.